السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم جمال الحياة ببساطتها. كيف ما عودتكم كنقدم لكم الوصفات البسيطة اللي في المتناول للجميع، واليوم غادي نحضر معكم ان شاء الله ثلاثة ديال الفطائر بعجينة واحدة وثلاثة الاشكال مختلفة كتقدروا تزينوا بها المائدة ديالكم ولا حين كيجي عندكم شي حد كيحمروا الوجه. دونك بقاو معايا، غادي نحضر معكم حتى واحد الحشوة ديال الدجاج بصدر ديال الدجاج كتجي رائعة. بقاو معايا تبعوا معايا المراحل. دونك هنايا بالنسبه للعجينه غادي ناخذ جوج كيسان ديال الدقيق، خميره الخبز معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الحليب مجفف، ومعلقه كبيره ديال السكر. كنخلطوهم بجوج كيسان ديال الماء دافي. غادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، غير معلقه، دونك محتاجيت لا خلاط لا والو، غير حتى كنحسوا بداك العناصر نسجموا مع بعضياتهم. نغطيها ونخليها 10 دقائق. في هذا الاثناء انا غادي ندوز معكم نوجد معكم الحشوه اللي قلت لكم ديال الدجاج، كتجي رائعه، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. هنايا درت زيت زيتون، جوج بصيلات هنايا مقردين عندي، نخليو البصله تطيح وندوزو نوجدو الصدير ديال الدجاج ديالنا. انا كنقطعو بالمقص بهذه الطريقه، طريقه سهله، وغادي نقردو بداك الماكينه كيف تقرط صغير. ها هو الدجاج ديالنا من بعد ما تقرط، حطيته على البصلة، هذه معلقة كبيرة ديال الزبيب اللي ديجا كنت رقدته في الماء وقطعته وقرطته شوية، مليحة، البزار، سكنجبير، خرقوم، وشوية ديال القرفة. نخلط العناصر. هنايا كيبقى الهريسه اولا فلفل حار اختياري، انا درت شويه. غادي نغطيها ونخليها طيب. ملي كتقرب طيب لينا صافي كتكون طابت، كنديروا معلقه كبيره ديال الجبن اولا فرماج محكوك وصافي، وكنطفيو عليها ديك الساعه النار وكنخلطوا مزيان حتى كينسجم لينا الفرماج اللي درنا ولا الجبن مع الحشوه ديالنا. تقدروا ديروا في هذه المرحله ربع مقرض الا بغيتوا. هنايا العجينه ديالي من بعد 10 دقائق كيف ما كتشوفوا هذا هو لا تكستور ديالها. غنزيد عليها كاس الفينو وثلاثه كيسان ديال الدقيق بيض، انا ديجا زدت جوج، هذا الثالث، مليحه. بالنسبه للكيسان تقدروا تستعملوا اي كاس عندكم، نص كاس ديال زيت الزيتون، اي كاس عندكم تقدروا تستعملوه، كاس العنبه مثلا ولا كاس، غير وكان نفس العبارات يعني الماء ونفس العبارات الدقيق اللي عطيتكم. هنايا من بعد ما دلكتها شويه بالعجانه، ممكن انكم تدلكوها غير بيديكم ما كتاخذش شي مجهود، صافي في داك الساعه كتبقاي تخدمي بها، ما كتخليها لا ترتاح لا والو، وهذا اللي زوين في هذه العجينه، صافي كترتاح مره واحده بركه. دونك انا هنايا الحشوه ديالي كنت دخلت الثلاجه باش تبرد شويه، كنقطع كيف ما كتشوفوا معايا بحال كريسات باش غادي نعمرهم بداك الحشوه، غيجيو بحال ميني برجر صغارين معمرين بالدجاج. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ما كتحتاج لا دقيق لا زيت لا حتى شي حاجه باش كتخدم، ولينه وكتعاونك في الخدمه، اي شكل بغيتي ديريه بها كتعاونك، ما فيهاش مشكل. ها هي هنايا تلصقات وما صافي تجمعات بطريقه سهله وبسيطه كيف ما كتشوفوا. نعود معكم واحده اخرى، دونك غير حاولوا تجمعوها وما تخليوش الحشوه خارجه منها وصافي. هي صراحه ناجحه 100%، انا ديجا عندي مجربه ومعوده. انا خديت هنايا بيضه كامله، خديت معها شويه القهوه وشويه الخل، كناخذ بيضه كامله باش ما كيبقاش البيض كيضيع. دهنتها هنايا بداك البيضه والخل وهذا، ورشيتها بشويه الزنجلان ودخلتها الفران، داك الساعه ما كتخليها لا ترتاح لا والو. من بعد انا جيت نوجد هنايا النوع الثاني اللي غنديرهم تقريبا ميني بيتزا، بحال ميني بيتزا ولكن بشكل زوين، كيجيو كيذوقوا المائده ديالنا كيجيو رائعين. انا هنايا قطعت بهاد القطعه هذه ديال الورده اللي عندي كبيره، صافي في الوقت اللي كملت ثاني لاطا ديالي جبت هاد الكاس هذا اللي صغر من الورده شويه، كنديرو بالزيت وكندير بحال هكا حفيرات في كل وحده باش هذوك الحفيرات هما اللي غادي نعمرهم، وكيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. هنايا كيبقى الحشوه اختياريه، انا غنديرهم بحال ميني بيتزا كيف ما قلت لكم بالطون. درت لاصوص طوماط هنايا، الطون
وغادي ندير الفرماج محكوك من الفوق، ومن بعد غادي نزيد واحد طريف ديال الزيتونه في كل وحده. هذيك العجينه اللي بقات لي غادي ندهنها بالبيض، نفس الخليط ديال البيض اللي كنت دهنت به الاول، باش كيجيو محمرين زوينين. ورشيت عليهم زعتر، هنا دخلتهم الفران. هذه العجينه ديجا كنت درتها في البلاستيكه، مي ساليت منها درتها في البلاستيكه. غادي نخليها كره وحده هكا كيف ما كتشوفوا، غندير معها ندير بها لي ميني كرواسون معمرين بالفرماج، الفرماج المثلث. انا هنايا كندهنها بالزيت باش تجي شويه مختلفه على الاخرين، على العجينات الاخرين. ممكن تدهنوها بالزبده الا بغيتوا الزبده مذوبه. غادي نطلقها مزيان، غنجيب قطعات البيتزا وغادي نقطعها مثلثات كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. طرق سهلة ورائعة وكتجي غزالة هاد العجينة. هنايا كنطلقها وكندير الزيت، كنعاون بشوية غا شوية الزيت. درت نص فرماجة ثلثة وغادي ندور بهاد الطريقة هادي بحال كديرو شي كرواسون، وكتحطوها في اللاطة. في هاد الأثناء أنا ساليت، دونك الأولين كيف ما كتشوفو معايا كيبداو يتخمرو شوية كيطلعو. غندهن بنفس الخليط ديال البيض والفران مباشرة. من بعد ما كتقرب توجد ليا كنرش عليها شويه ديال الفرماج محكوك. ها هما الشكيلات ديالنا بثلاثه، هذوك الكرواسات معمرين بالفرماج، هاد الكريسات معمرين بالدجاج، وهادو لي ميني بيتزا بشكل راقي ورائع. كنتمنى يكون الفيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه، مرحبا بكم. ولا عجبكم الفيديو كنتمنى تخليو ليا لي كومونتير باش تشجعوني اكثر نحط لكم فيديوهات اكثر. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا، الصحة والراحة، وعلى الله تجربوه ويعجبكم.